بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها، لكم مني أجمل تحية من شاشة مصر الزراعية وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الفلاح. الحقيقة حلقتنا النهاردة استكمالا لعدة حلقات سابقة عن الإبل، لأن الحديث عن الإبل حديث لا ينقطع، وإحنا مصرين الحقيقة أن احنا نعمل عدة حلقات عن الإبل ودورها في حل مشكلة البروتين واللحوم في مصر، لعلنا نجد آذان صاغية. دورنا في هذا البرنامج دور توعوي وإرشادي بالدرجة الأولى، لكن بنعرض كمان بعض المقترحات المهمة اللي هي ممكن تحل بعض المشاكل وبعض الأزمات. ويمكن أنا قلت قبل كده إن موضوع الإبل ده يا جماعة موضوع سهل جدا إن احنا نعمل له تنمية في مصر، لأن معظم أراضي مصر صحراوية، ونقدر عن طريق الإبل نخفض من أسعار اللحوم، ونقدر عن طريق الإبل ما يبقاش عندنا مشكلة ونقلل الفجوة في اللحوم اللي موجودة الآن، وبصفة خاصة الأزمات الموجودة في العالم واللي حوالينا وجيراننا فعلا تستوجب إن احنا ننظر نظرة واعية ومهمة لهذا الموضوع. لذلك يسعدني أن أرحب بضيفي وضيفكم اللي أنا دايما بكون سعيد أنه يكون معايا في هذا البرنامج، الزميل العزيز الأستاذ دكتور أحمد موسى، الأستاذ المساعد بقسم بحوث الإبل معهد بحوث الإنتاج الحيواني. برحب بحضرتك يا دكتور أحمد. أهلا وسهلا يا دكتور حبيب. الحديث لا ينقطع عن الإبل. حضرتك لخصت المحاور بتاعة الحلقة في الكلمتين اللي قلتهم. ربنا يحفظك. أن إحنا دورنا ترعوي وبنوجه النظر وبنضع أمام صريع القرار الحلول. أما اتخاذ القرار ده احنا بنحط الحلول وهم يختاروا وهم يطلبون احنا ننفذ. وزي ما حضرتك قلت ان الإبل هي السهل الممتنع فعلا، وهي اللي ممكن بتكاليف بسيطة وبعناية بسيطة تساهم بجزء كبير من حل المشاكل اللي احنا فيها. وحضرتك اتكلمت عن ما يحيط بنا، يعني احنا لما نيجي نبص نظرة كده لموقع مصر الجغرافي شمال وجنوب وشرق وغرب نلاقيها قفلت علينا زي الضمنة. شمالا البحر المتوسط احنا والبحر، جنوبا السودان واللي بحصل بيها. والسودان الحقيقة كانت بتمدنا دكتور حامد بما لا يقل عن 70% من الجمال اللي بتدبح عندنا في مصر. فقدناها. والمشية كمان. يعني انا بركز على الجمال اكتر. طبعا. والمشية. النتيجة ان سعر لحمة الجمال النهاردة دخل على سعر لحمة البقر النهاردة، انا امبارح سأل بكام؟ ب 230 و 240، يعني قرب منها. ليه؟ قال لك ما فيش جمال. طيب احنا يعني هنستنى لامتى؟ احنا لازم نعتمد على نفسينا، لازم نوظف امكانياتنا. ما هي لحوم الجاموس والبقر خلاص مسافره يعني. بالظبط. داخله على 400 وربنا يستر. اهو سيادتك شايف. او وصلت ال 400 الله اعلم يعني. يعني احنا نبتدي دلوقتي علشان قدام ما نتزنقش. الحلول اللي احنا بنطرحها حلول ممكنه وحلول متاحه في بلد 90% منها صحراء. لازم نستغل الامكانيات دي. يعني انت شايف اللي بيحصل حوالينا. فلابد من اعتمادنا على نفسنا. وموضوع بسيط. موضوع بسيط وسهل. وغير مكلف. انا مش عارف اين المسؤولين من هذه الحلول. ويا جماعة نجرب يعني. يعني ايه المانع؟ ما نجرب. ما احنا بنجرب في حاجات كتير وبتفشل. وبنجرب في حاجات كتير واحيانا بتنجح. اهلا وسهلا. لكن خلينا نجرب المرة دي نشوف الموضوع ده هل فعلا يستحق الدراسة. يا دكتور لازم. يستحق التطبيق. هيكون له دور في حل مشكلة اللحوم في مصر ولا لا؟ يا ريت نتمنى حد يسمعنا. لازم يكون لنا مشروع قومي للإبل. مشروع قومي للإبل تشترك فيه جميع مؤسسات الدولة. يشترك فيه الجيش بأراضيه الواسعة. يشترك فيه المحافظات بظاهرها الصحراوي. تشترك فيه جميع مراكز البحث العلمي. مش بس معهد بحوث الإنتاج الحيواني ولا قسم بحوث الإبل. تشترك فيه جميع مؤسسات الدولة، المحافظات، المراكز البحثية المختلفة، الجيش، جميع الهيئات تشترك فيه. ونحن قادرون وعندنا الإمكانيات بإذن الله. قادرون. ما عندناش أي مشكلة. يا بيه ده حيوان بتسيبه في الصحراء. أنا دلوقتي هنشوف إزاي إن إحنا ممكن
ننمي الحيوان ده. احنا يا دكتور حامد لما نشوف تعداد الابل على مستوى العالم من 25 ل 30 مليون راس على مستوى العالم. الجمل وحيد السنام كان بيمثل 20 مليون. شوف نسبته قد ايه. ده الجمل العربي 20 مليون من ال 25 ل 30. طيب ال 20 مليون ده السنم، ده الجمل وحيد السنام. 2 مليون بس الجمل ذو السنامين. من 7 ل 7 ونص الجمال بتاعت العالم الجديد بتاعت الفيكونة والألباكة والكلام ده. لا أنا عاوز أعرف الفرق بين الأنواع والأنواع اللي حضرتك قلتها. هو الجمل وحيد السنم والجمل ذو السنامين الاتنين حجما زي بعض وشكلا زي بعض، بس ده بسنم وده بسنامين زي ما قلنا. فمن الاسم واضح إيه الميزة. ده بيناسب، ده اتوجد في مكان معين ودي سلالة ودي سلالة. يعني الجمال مجرد سلالة. اما الجمال بتاعت الفيكونة والألباكة واللاما دي جمال صغيرة كده عاملة زي الغزلان او زي الغنم. وبتناسب المنطقة اللي هي بتعيش فيها في اوروبا والاماكن دي. دول بيمثلوا كام؟ بيمثلوا 7 ل 7.5 مليون راس. اللي انا عايز اقوله ان 20 مليون راس من الجمل موجود فين؟ في الوطن العربي. ال 20 مليون راس دولت موجود منهم 20 مليون من 20 مليون من ال 30 اللي هم موجودين على مستوى العالم، من اللي في العالم كله منه 20 مليون. يعني نسبه قد ايه اللي هو وحيد السنام؟ وحيد السنام ده بقى موجود فين؟ موجود منه 75% في افريقيا و25 في اسيا. اللي في افريقيا مترتبين كده: الصومال، السودان، موريتانيا، ليبيا، مصر، تونس، الجزائر، المغرب. اللي في الباقي 25% اللي موجودة في الوطن العربي في دول آسيا، في السعودية، في الإمارات، في قطر، في البحرين، في كده. تمام. طيب النسبة دي الموجودة دي هل لاقت قبول؟ هل لاقت ما تستحقه؟ لما نقول إن هنا 20 مليون راس وفي دول اوروبا كم مليون؟ لا يذكر. يبقى لا يذكر بالنسبه. 5 مليون ومتاخد من 4 مليون يا فندم، متاخد من هنا كله. طب نشوف بقى هنا الاصل. طيب نشوف بقى نسبه الابحاث في الدول دي بالنسب بتاعتها. نسبه الابحاث اللي بتعملها ونسبه التطور وصلوا لفين، واحنا بالكم الكبير بتاعنا ده احنا فين لسه؟ احنا فين دلوقتي؟ السودان قفلت علينا، ما عادش عندنا غير ايه؟ غير ان احنا نشتغل. نشتغل عندنا فين؟ في مصر. انا كنت في مؤتمر جامعة الملك فيصل كان منعقد عن الابل وعن تطور الابل في الفترة من 12 ل 16 مارس اللي فات. 192 ورقة بحثية معروضة في المؤتمر. 192 ورقة بحثية لما نشوف كثافة الحيوان ده هو وكمية الابحاث اللي اجريت عليه في مكانه لا تذكر. يعني طبعًا. انا عندي ناس جايه من اسبانيا جايبه ابحاث عن الابل، ناس جايه من ايطاليا جايبه ابحاث عن الابل، ناس جايه من فرنسا، ناس جايه من امريكا. تعداد رغم ان الابل مش منتشر عنده. انا بقول تعداد الحيوان ده عندهم ايه وليه اهتمامهم الكبير ده بيه. هم بداوا دلوقتي يعملوا جمعيات لنقل الابل من الوطن العربي ويهتموا بيها ويشتغلوا عليها. النهارده انا هقول لحضرتك دلوقتي على التطور اللي وصل سواء على تداوب منتجات الابل او انتاجها والكلام ده. يعني حاجات مذهله. احنا فين من الكلام ده؟ احنا فين من الكلام ده؟ يبقى احنا لازم نشتغل. احنا بس بنسلط الضوء علشان نشوف الاهميه ايه وتستاهل نشتغل ولا ما نشتغلش. احنا لازم نشتغل طبعًا على الحيوان. طبعا من الاهتمام بتاع العالم كله من حوالينا بالابل، وللاسف اللي احنا ما نعرفش عنه حاجه، ان الفاو عملت سنه 24 السنة الدولية لإيه؟ للإبل. عملتها للاهتمام بمراعي الإبل، بتغذية الإبل، بصحة الإبل، بكل ما شيء متعلق بالإبل. عام 2024 السنة الدولية للإبل. وأين مصر من هذا العام؟ هل إحنا الممثلين لنا في الفاو أخبرونا بالكلام ده؟ هل قالوا لنا في السنة الدولية هنشارك فيها ازاي؟ الفعاليات دي جهز نفسنا ازاي؟ احنا فين ايه منها؟ بتاع لم نخبر بذلك. ما عرفناش. احنا عارفين عن طريق الصدفة، عن طريق مواقع التواصل، عن طريق الناس اللي بنتواصل معها. يبقى احنا لازم نهتم.
لازم نهتم بالحيوان ده شويه. تمام حضرتك؟ تمام. يبقى احنا بعيد عن الموضوع، لازم نقرب منه. الدول اللي اهتمت برضو، كل ده مدخل لسه، يعني الدول اللي اهتمت بالجمل واشتغلت عليه احنا مش عايزين نكرر شغلها. السعوديه والامارات، دول عربيه، دول اسلاميه، دول شقيقه طبعا، لابد من التعاون مع الدولتين دول. لابد من التعاون معاهم. ليه؟ علشان ما نكررش اللي عملوه. هم عندهم امكانيات، نبدا صرفوا من حيث ما انتهوا. الله يبارك لكم. هم صرفوا واشتغلوا، وصلوا لمرحله معينه. نكمل معاه، هو ده البحث العلمي. نعمل تبادل علم خبرات وثقافي، وتبادل خبرات، نبعت ناس تتدرب. نبعت ناس تتدرب تشوف الناس دي وصلت لايه واشتغلت ايه. واعتقد الدولتين ما عندهمش مانع. ما عندهمش، بيرحبوا يا دكتور. كمان انا لما عرضت في مؤتمر الابل اللي كان في جامعه الملك فيصل، قالوا احنا بنرحب، واحنا مصر نتمنى الشغل معاها، واحنا نتمنى لكن التعاون بيكون على مستوى الدول يا دكتور، مش على مستوى الافراد. فانا ان شاء الله دلوقتي بعد ورقه التعاون وهقدمها لمعالي الوزير، ويتم التعاون على مستوى الدوله. يعني وزاره الزراعه، جامعه الملك فيصل، مركز دراسات الابل بمطروح، يبقى التعاون على مستوى الدوله وليس الافراد. في السعوديه عملوا ايه بقى؟ وصلوا لفين؟ عملوا الخريطه الجينيه للابل، الجينوم بتاع الابل عرفوه. فين الجين المسؤول عن انتاج اللبن؟ فين الجين المسؤول عن معدلات النمو؟ فين الجين المسؤول عن جمل السباق؟ عن المزاين، عن صفة المزاين والصفات الجمالية في الجمل. فأصبح النهاردة يعني هيبدأوا يعملوا تربية بقى حسب الصفات الوراثية اللي هم عاوزينها. بالظبط. سيادة جامعة الملك فيصل أطلقت الجينوم بتاع الابل، كشفت عنه، ومعالي وزير الزراعة السعودي كشف عنه. يعني النهارده حضرتك انا عرفت ان الجين ده هنا بتاع كده، والجين ده بتاع انتاج اللحم، والجين ده بتاع اللبن. انا ممكن اخد بقى اقص والزق. في النهارده في تكنولوجيا قص الجين، اي طبعا، وتكنولوجيا اللزق. يبقى ممكن اطلع جمل بالمواصفات اللي انا عايزها في انتاج اللبن، في انتاج اللحم. احنا بنعمل كده في الماشيه. ساعات قلت فين؟ بالظبط. بالظبط. انا لسه النقطه دي، انتاج اللبن وانتاج العوم، النقطه دي لسه هاجي لها. ان الجمل لم يلقى ما لاقت الحيوانات الاخرى. اكيد. النهارده انت الخريطه الجينيه للابقار معروفه، للغنم معروف، الاحتياجات الغذائيه معروفه بدقيقه وبالجرام وبكم كيلو كالوري وبكم بروتين وبكم الياف معروف. الجمل مش معروف. احنا عايزين نشتغل. عايزين نشتغل على الجمل. فعايزين نديله شويه اهتمام. الجمل اشتغل جمل، لقح، ارمي، اعمل غابه شجريه، بعد كام سنه تلاقي المردود. الجمل مش محتاج مباني معينه ولا مباني معينه ولا احتياجات بيئيه معينه ولا بنيه تحتيه ولا. واتكلمنا في الكلام ده كتير قبل كده. كمان الامارات عملت اول مستشفى في العالم للتداوي بمنتجات الابل بس. طبعا مفيش عقاقير للتداوي بمنتجات الابل. بمنتجات الابل اعتقد على راسها الالبان والبول. استخلصت من البول اللي كان بيقول لك البول هو البول يتشرب، ما تتكلموش عن التداوي بالبول. البول ما حدش له اخطر عموما. دي حاجه طبيه يعني بالظبط. لكنه في المجال، لكنه تقدم في المجال طبعا. هو عزل الماده المؤثره على البكتيريا والفيروس يعني. وبلا ريحة وبلا تشوفها، عاملة زي البوضة كذا اللبن. أنا شفتها في فيديو عاملينها الإخوة هناك ما شاء الله. تشوفها كده مادة لا ريحة ولا أي حاجة، مادة جميلة جدا. وبعدين كمان قدروا يصوروا الطريقة اللي بتهاجم بها الفيروسات والبكتيريا تحت الميكروسكوب. إن هي مش يعني معظم الأدوية يقول لك بتأثر على بروتين الخلايا، بتأثر، دي بتحرق الفيروس أو البكتيريا يعني. بتشوف الطاقة اللي بتسلطها عليها تتخلص منها، حقيقي حاجة رائعة. إحنا عايزين نتعامل مع الناس دي. عايزين نبعت ناس تتدرب على جميع المستويات، على مستوى الصحه على مستوى طبعا كل واحد في تخصصه. نفتح انتاج على الناس، انتاج الصحه صحه سيادتك، نفتح على الناس دي. الناس اللي بتشتغل في مجال الصحه تروح تشوف من اخر فين نكمل بعديهم. الناس اللي بتشتغل في مجال التربيه، في مجال اللبن، في مجال اللحم، وهكذا. تمام سيادتك. تمام. يبقى احنا لازم ايه؟ ننفتح على الناس دي. احنا يا دكتور حامد يعني انا عايز اقول انا يعني زعلان جدا والله، وانا زعلان اكتر من الناس دي وصلت لكده. والله انا زعلان اكتر منك، لان عندنا حلول يا جماعه لمشاكلنا، ومحدش بيبص لها ومحدش بيتطرق ليها.
واحنا عرضنا الحقيقه موضوع الابل ده، اتكلمنا في اكتر من حلقه. كنت اتمنى اي مسؤول، تعالى يا دكتور احمد انت طلعت وقلت كذا وكذا، تعالى يا سيدي ورينا هنعمل ايه، هننمي ازاي، هنربي ازاي، هننتج ازاي علشان نحل مشكله اللحوم في مصر. لكن مفيش حد بيسمع يبدو، او مش عاوز اقول او ايه، لكن ده ما ينفعش يا جماعه. والله دي بلدنا، احنا بنتكلم من منطلق الحب لهذا الوطن، احنا مش عاوزين نلجأ للخارج في اي حاجه. على الاقل في الازمات دي لازم يبقى عندنا احتياجاتنا ولو بنسبه معينه، مش هقول اكتفاء ذاتي بنسبه 100% لان ده مستحيل او صعب حتى مش موجود في اي دوله، لكن على الاقل نقلل الفجوه الاستيراديه وبالطريقه دي نساهم في خفض اسعار اللحوم في مصر. يا جماعه الاسعار رايحه مسافره وكل يوم في زياده، كل يوم في زياده، ما ينفعش الكلام ده. فاحنا مضطرين بقى للحلول دي، نفكر بقى شويه خارج الصندوق، ما انتنيناش على طول مستمرين على اللي احنا اللي كانوا شغالين عليه اللي قبل مننا ومستمرين في نفس الترند ده، ما ينفعش، ما ينفعش والله. واحنا عشان كده يا دكتور حامد احنا هنا بنتكلم وبنقول وهنستمر نتكلم، يمكن واحد يسمعنا واحد يسمعنا ويقول تعال عايز تعمل ايه، يمكن واحد تعجبه الكلمه، يمكن واحد تعجبه الكلمه ويقول لك والله فكره كويسه، يمكن واحد يفتح لك الباب اللي انت بتخبط عليه ونبتدي. اهم حاجه نبتدي يا دكتور حامد. يا دكتور احمد حضرتك في حلقه سابقه نشدت المحافظين، انا فاكر ولازلت وقلت انا عاوز من كل محافظ 50 فدان بس ولازلنا بنناشدهم، مش عاوزين حاجه يا دكتور، ولازلنا بنناشدهم. اراضي الجيش الواسعه في الصحراء واللي بتنبت فيها الاعشاب طبيعي، والجمل على فكره للجيش فايده جميله جدا في الصحاري، هو يقدر يساهم في مطارده التهريب هو اللي يقدر يدخل. احنا كنا نفسنا في مديريه الزراعه ما كناش بنعرف ندخل الصحراء الا بالجمل رغم امكانياته العربيات طبعا، لكن ما تدخلش الرمال دي ولا الكلام ده غير بالجمال، وهم عارفين كده كويس. يبقى الجمل احتياج لكل، احتياج للامن القومي، احتياج للامن الغذائي، احتياج لكل حاجه يا دكتور. فاحنا عندنا نتكلم وربنا يسهل يا رب. ويعني لو قلنا كتير وطلعنا بس نبتدي بدايه في مكان واحد في اي مكان هننطلق وهنبتدي وهنستمر ان شاء الله. فاحنا بنقول يعني انا يعني كل الدول بتعمل مهرجانات للابل سنويه ومستمره مش مره في السنه، احنا المهرجان الوحيد اللي بتعمل عندنا مهرجان الهجن اللي في شمال سيناء، سباق الهجن. انا ما اعرفش اذا كانت وزاره الزراعه بتدعو عليه ولا لا. انا نفسي احنا في بحوث الانتاج الحيواني او في بحوث الابل ما بنعرفش عنه حاجه، مع ان احنا المعنيين بالابل. احنا لازم نحضر المهرجان. اعتقد ده المهرجان ده يمكن الهدف منه سياحي بالدرجه الاولى يا دكتور. معلش اعتقد يعني طيب ما نضيف ليه، ما نضيف هو خليه سياحي، نضيف ليه يبقى انتاج صح، نضيف ليه نتعلم منه. احنا لما نروح نشارك ونقول محاضرات توعويه، محاضرات ارشاديه للمربي، ربما المربي دي محتاج حاجه نعمل علاقات مع الناس اللي جايه، نعمل كونتاكت تواصل بالزبط. تواصل، انا اعرف مربي الابل ده فين وعدده كام والكلام ده، قاعده بيانات، ما احنا بنقول قاعده بيانات يعني مش هنطور الا ما يبقى عندنا قاعده بيانات. ده في اي شيء قاعده بيانات هي دي المناسبه اللي اقدر احصل عليها، اعرف اعداد المربين هنا كام في المهرجان السنه دي، وده عنده كام حيوان، وده عنده كام، وده عنده كام، وده بيشتكي من مشكله ايه، وده بيشتكي من مشكله ايه، فيبقى عنده قاعده بيانات، وده اهم الامراض اللي عنده، وده اهم المشاكل، وده وده وده، ونعرف فين افضل حيوان عنده معدل نمو حلو. هم هيطرح عليك هيقول لك انا عندي حيوانات معدلات نموها كذا، هيقول لك انا عندي حيوان سرعته كذا، انا عندي حيوان بيجيب كام كيلو لبن. تتفاعل وتشتغل بس يبقى بصفه رسميه. انا بروح احضر مهرجان الابل السباق الهجن في سيناء بس بصفه شخصيه متفرج قاعد. ما انت ما تقدرش تتفاعل مع واحد، ما تقدرش تقول واحد يديك بيان مش هديك، انت صفتك ايه؟ احنا ليه، هل وزاره الزراعه بتدعى لمثل هذه المهرجانات ولا لم تدعى؟ ولما بتدعى بتبعت مين؟ احنا لا نعلم. يعني يجب ان نشارك في هذه الاحتفاليات، ويجب ان نكون ملمين بيها وما يحدث فيها. تمام سيادتك. يبقى احنا دلوقتي بنقول كل ده مش قدامنا غير ايه، غير ان احنا نعتمد على نفسنا ويبقى لينا مشروع قومي للابل، معدلات حيوان معدل تحويله عالي، حيوان بأقل امكانيات بيجيب لبن بيجيب لحم، حيوان تقدر تعتمد عليه. طب لازم انا النهارده، هل معقول ان انا الجمل عندي انا مش عارف الاحتياجات الغذائيه بتاعته لحد دلوقتي؟ انا مش عارف.
الاحتياجات الغذائيه بتاعته تحت الظروف المصريه انا مش عارف. مش عارف ان الحيوان الصغير محتاج في اليوم كم كيلو تغذيه مركزه. مش عندكم ابحاث في هذا الموضوع؟ انتوا مش ده استاذنا الابحاث والتمويل دي قصه كبيره. يعني ايه خليها انت حضرتك كباحث واستاذ يعني ايه اعلم مني في هذا الموضوع. وانت خليك الكلام ده احنا قلنا بنوجه النظر علشان برضو الباحثين يشتغلوا فين النقطه اللي عايزين نشتغل عليها. احنا عندنا جمل حوار بينه وعندنا جمل ناقه حامل ونقه بتدر لبن ومراحل مختلفه. لازم يكون عندي مقررات غذائيه محدده لهذا الحيوان طبعا لازم اشتغل عليه. على فكره موضوع ان انا مش عارف الاحتياجات دي مش انا بس في مصر ده كل العالم والعالم العربي تحديدا عايز يشتغل على النقطه دي. عشان كده انا بقول لحضرتك ايه التعاون بين الدول دي على مستوى الايه الحكومات هو يصرف هو يمول انا اشتغل ونعمل ابحاث لان معظم الحيوانات دي ايه بترعى في المراعي وطليقه في اماكن مفتوحه. انا هقول لحضرتك على موضوع التغذيه في الابل حيوانات بترعى في المراعي انا محتاج الاول اعرف لسه بقول لحضرتك قاعده البيانات مهمه جدا فيه محتاج اعرف المراعي دي اماكنها فين النباتات اللي فيها ايه التحليل الكيماوي للنباتات دي ايه بروتين طاقه الياف كل ده محتاج اعرفه محتاج اعرف الجمل ده بيمشي كام ساعه يرعى بياكل قد ايه عشان في النهايه اقول ان الجمل ده المرعى ده محتوي نسبه كذا في النباتات بتاعته من بروتين نسبه كذا من الطاقه اكل كميه كذا يبقى حصل على كذا يبقى وانا عامل احتياج وانا عامل احتياجه كذا يبقى ناقص له كذا لما يرجع لاخر النهار ادي له ايه بالظبط ادي له بقى احتياج بالظبط. يبقى انا عايز شغل يا دكتور على هذا الحيوان هذا الحيوان مطلوب الاهتمام بيه في الابقار في الاغنام في الجاموس. طب خلينا نقول للمشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي يا دكتور احمد والمسؤولين كمان يعني مش المشاهدين بس والمسؤولين ايه الفرق بين الابل وبين البقر والجاموس من حيث التربيه ومن حيث نوعيه اللحوم من حيث الجوده لان احنا برضو عندنا ثقافه دكتور احمد يعني لما كانت اسعار اللحوم الاول في متناول كل الناس كانت الناس بتعزف عن كانت بتفاضل ما حدش بيجيب لحم جمال ايوه كان الاول في مفضله دلوقتي ما فيش طب دلوقتي يعني انا عاوز اعمل مقارنه بين الاثنين لا هي يا دكتور يعني انت بتقول ان احنا المقارنه بين الاثنين ان احنا في مصر ما بنقبلش على لحمه الابل في الخليج ما بياكلوش لحم البقر والجاموس الابل هو السائد الابل والغنم ما احنا محتاجين لكن نغير الثقافه دي لكن الاختلاف ايه في التركيب الكيماوي وفي المحتوى هتلاقيه في صالح الابل كله الابل نسبه الدهون قليله يعني انا سمعت ان لحوم الابل بترفع الضغط الكلام ده مظبوط لا ما بترفعش الضغط ولا حاجه بترفع الضغط فيه. كل الناس بتاكلها ما بترفعش ضغطهم ده مستريحين وموسعين صدورهم وحالتهم حلوه جدا ونفسيتهم احسن مننا بكتير طيب تمام فاحنا لو هندور بقى على التحليل الكيماوي هنلاقيها هي افضل هي افضل جلايكوجين عالي فيها ما فيهاش دهون الدهن بتاعها بتخزن في السنام اللحم بتاعها لحم الدهن في منطقه اللحم في منطقه فممكن غير الحيوانات الثانيه اللي بتبقى مارب والمعره مختلطه الدهن باللحوم والكلام ده فهنلاقي الافضليه للحوم الجمال لكن هي ممكن تقول ثقافه شعب زي ما حضرتك بتقول ما ده شغال هنا وده شغال هنا كده يعني ما في دول ما بتاكلش لحم الجمال خالص لكن بيربيه تركيا بتربيه ليه؟ بتربيه عشان مصارعة الجمال والاحتفالية السنوية سياحي زي ما حضرتك قلت دلوقتي ان احتفالية الجمل سياحي بس شغالين عليه برضو كويس ودول كتير فاحنا طيب يبقى احنا محتاجين والله حيوان عظيم يعني يكفي يعني قول الحق سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت يعني معناها ربنا سبحانه وتعالى بيوجهنا بيقول لنا يا جماعة بصوا لهذا الحيوان ده فيه مميزات كتير ده فيه حلول لمشاكل كتيرة يعني ده توجيه إلهي توجيه رباني يا جماعة أنا أتمنى حد يسمع أتمنى حد يستجيب يا رب هو الكتالوج يا دكتور أنت لما بتشتري عربية ويجيب لك الكتالوج بتاعها بتمشي عليه بالحرف وبالنقطة غير زيت غير بنزين على بتمشي اشمعنى دي مش ماشي عليه ربنا ما قالكش أفلا ينظرون إلى البقر أفلا ينظرون إلى الجاموس أفلا ينظرون إلى الإبل يبقى خلاص خلص
ما احنا قعدنا نقول في الحديث بتاع ابل الصدقه والحكوم بابل الصدقه اشرب من ابوالها والبناها انهم صح، بنقول ان ده بحث اتعمل واثبتت نتيجته ما ينفعش نشكك فيه. قال لك لا بعيد عن البول وبعيد. لحد ما جت الاماره لحد ما عملوا مستشفى مخصوص، يعني ما هي دي نواحي طبيه وصحيه يتكلم فيها الاطباء، احنا ما عندناش مانع. احنا عايزين نقول ان احنا مهما نعمل ابحاث ومهما نشتغل هناكد القول الرباني بالظبط. افلا انظر الى الابل، ربنا بيقول لك روح على الجمل، مشكلتك هتتحل بالجمل. توجيه رباني. انت مشكلتك هتتحل بالجمل وانت عندك الجمل وعندك الصحراء وعندك اشتغل. ازرع نباتات رعوية. اشتغل المناطق الصحراوية اللي عندك. يعني احنا يا دكتور، هل هذه الآية دكتور احمد بتدل يعني سبحان الله على ان خلق الابل فيه اعجاز زي خلق السماوات والارض وكل شيء؟ ما هي جايه معاهم حاجات اللي احنا بالظبط اللي انت بتبقى مش تبص لها كده باعجاز. الابل بقت في نفس المستوى. ما هي في نفس المستوى. الابل مع السماء والارض والجبل. في اعظم من كده خلق؟ بالظبط، في اعظم من كده خلق. سبحان الله. يبقى انت ايه؟ توجيه رباني. والله توجيه ربنا بيوجهك للحل. انا اهو بنقول يا رب حد يسمعنا. يبقى احنا محتاجين يا دكتور نعرف بيانات المراعي اللي عندنا. نعرف بيانات المراعي علشان نقدر نشتغل على احتياجات الغذائيه اللي طيب خلينا كمان نشوف الناس ممكن تشاركنا الراي في هذا الموضوع. معانا ربيع من بني سويف. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، علي صوتك يا ربيع. ازيك يا دكتور حمد؟ اهلا بيك. بالنسبه للجمال اللي هي مثلا دي، طب دي مثلا لو حبينا نجيبها. علي صوتك شويه بعد اذنك، ارفع صوتك يا شباب. بقول لك بالنسبه للجمال اللي انتوا عارضينها دلوقتي دي، لو حبينا نشتري مثلا الواحد يعمل المشروع ده يعمل ازاي؟ تمام. يجيبوا منين يعني اللي هي الجمال دي مثلا؟ ده سؤال كويس والدكتور احمد هيرد عليك. انت فين يا ربيع؟ فين ربيع؟ في بني سويف. في بني سويف يعني منطقه ظهير صحراوي ولا منطقه وادي ولا ايه؟ لا ممكن في ظهير صحراوي في بني سويف. هو يعني الجمل مش صعب ان انت تحصل عليه. انت من الصعيد، يعني انت اقرب لسوق حلايب وشلاتين، والجمال بتمر عليك وهي جايه من المنطقه دي. اكبر سوق حلايب وشلاتين، ما اعرفش اذا كان لحد دلوقتي شغال ولا لا. بس اعتقد انه شغال. فانت بتمر عليك، فانت سهل قوي ان انت تحصل على الجمال من السوق. والجمال مش محتاجه زي ما قلنا، مش محتاجه مباني ولا محتاجه احتياجات خاصه، وتقدر تربيها على اقل شيء عندك من المخلفات، سواء دريس او مخلفات احطاب او عرش او ادبان او الكلام ده. فهي يعني احتياجاتها مش كتيره، وتقدر تتواصل معانا في معهد بحوث الانتاج الحيواني لو بالزبط. انت عايز اي ارشادات، عايز اي احنا خدنا تليفونه واحنا تحت امرك كلنا في طيب. في قسم بحوث الابل كلهم اخوه فاضل ويقدروا يساعدوك فيه. معانا احمد من بني سويف. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور حامد؟ اهلا بيك. في شكوى يا دكتور حامد كنت عايز اقول لك عليها امبارح وما لحقتكش، الله يبارك فيك. خير. امبارح انت اول ما اتكلمت على الكيماوي. جميل. امبارح الفلاحين راحت الجمعيه انها تصرف كيماوي بتوع الجمعيه، قالوا لازم تجيب لنا اذن ان انت كلمت قمح. لازم تجيب ايه؟ اذن انك انت كلمت قمح الشاونه. لا مفيش الكلام ده. والله العظيم اللي طيب انا مصدقك يا حاج احمد، سيب لي بياناتك في الكنترول وخلي الناس اللي هي عمل لها المشكله دي يتواصلوا معايا. يعني انت يعني ارجو ان اللي صاحب المشكله هو اللي يتواصل. بشكرك يا احمد. معانا عبد الحميد من اسكندريه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. على الهوا انا ولا ليه؟ ايوه اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. اهلا بيك. عليكم السلام، اتفضل حضرتك. عندي معلومات عن الجمال، يعني فيها فايده كذا فايده. عاوز معلومه عن الجمال؟ عنده. انا عندي معلومات عن الجمال. قول طيب قول. انا عندي اخت كانت تعبانه وعندها تليف على الكبد. عندها ايه؟ الصوت مش واضح. عندها تليف على الكبد. تليف على الكبد. ايوه تليف. ودوالي وممنوع عنها اي اكل. ناقه عندك؟ اشتري لها جمل فشافت باذن الله حد من التليف وحد من الدوالي وحد من كل حاجه. عامل ايه؟ طيب ايه السؤال؟ نقول لك يعني هي حلوه مفيده بكل حاجه، انا لحماها طيب تمام. الله يبارك لك. انت مربي جمال يا حاج عبد الحميد؟ بتربيهم ازاي؟ عندك كام راس؟ ربنا يبارك لك.
عندك كم راس يا حاج عبد الحميد؟ انا كان عندي حمد 20 كيلو. ايه خمسه؟ 20 20 ما شاء الله ما شاء الناس الله. كلهم بيولدوا؟ اه بس هي عايزه حاجه واحده يعني تحس ان ما وصلتش الا انها كل سنه بتولد، هي سنه سنه بتولد يعني. لا يا حاج عبد الحميد، هي تولد كل 3 سنين مولودين. لا هي سنه 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 سنه، ما هي في بتولد سنه وسنه وبعدين سنتين ورا بعض. مره تولد سنتين ورا بعض، ومره تسيب سنه وتولد سنه. يعني لو الجمال بتاعتك 100 100. ايوه، وهي تاكل على فكره، تاكل اي حاجه يعني، هي مخلفاتها كلها. يعني انت يعني انت مبسوط من الجمال يا حاج عبد الحميد؟ وبيكسبوك كويس؟ ايوه الحمد لله. بتغذيهم على ايه؟ بتغذيهم على ايه؟ يعني قول تجربتك بغذيهم على المصارف، على المطرح، على المطرح. قول تجربتك للمستمعين عشان تقنعهم معانا، يعني انت سايبهم بيتغذوا كده. هي بتاكل اي حاجه، اي مخلفات تاكلها. هل انت بتحط على اقل حاجه بتحط لا علف مركز ولا كسوه ولا حاجه يا حاج عبد الحميد؟ لا 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 لا، ولا مركز ولا حاجه. يعني انت سايبها كده وطالقها وهي بتاكل ببلاش؟ بتاكل ببلاش؟ بتاكل ببلاش. طب هل المكان يا حاج عبد الحميد مغلق ولا مفتوح؟ لا لا سايبهم كده. لا لا مفتوح مفتوح مفتوح. طب انت بتسيطر عليهم ازاي؟ بنصرحوا بيهم عادي، هم مسؤولين بيوقفوا على هما بيقولك اخر الليل عشان يباتوا في المكان بتاعهم صح؟ لا انا بنرعى بيهم انا والروان. انت بتتابعهم بتمشي معاهم وتجيبهم اخر النهار تبيت؟ ما شاء الله ما شاء الله. بس لا في مبنى، لا في عاليه مركزه، لا في هو الراعي فقط اللي بيسرح بيهم ويجيبهم يباتوا اخر النهار. والمشروع ناجح يا حاج عبد الحميد؟ هو هي مشروع وفيها شفاء يعني، هي لبانها بيشفي كل حاجه بيشفي. حاج عبد الحميد سيب تليفونك في كنترول بعد اذنك، سيب تليفونك لان ممكن نحتاج لك وتيجي تعمل معايا هنا حلقه على الهواء يا حاج عبد الحميد. انت عشان تنصح عشان نناقش تجربتك الحقيقيه. نناقشها. وهل انت تنصح الناس انها تربي الجمال يا حاج عبد الحميد؟ هي تربي جمال عرفت، واحسن تربيه بس حسب الاكل عندك. انا في واحد ما عندوش اكل يعني في الجمال، عشان هي تكسبها ضعيف شويه يعني بعد سنه وسنه. انت بتقصد يبقى في منطقه مفتوحه قريب من الاماكن المفتوحه عشان يرعى، عشان يلاقي مراعي يرعى فيها وكده. طب هو ده الاساس، ايه المشكله؟ ما احنا بنقول المحافظات الصغيره اللي عندها زي الجمل ما ينافسش البار ولا الجاموس ولا الحيوانات بتاعت الوادي، هو بتاع ظهير صحراوي بالظبط. شكرا يا حاج عبد الحميد. شكرك يا حاج عبد الحميد والله، وربنا يوسع عليك أهي. وان شاء الله ال 25 دول يبقوا 50 ويبقوا 200. اهي تجربه يا دكتور. تجربه حقيقيه والله، حاجه تسعد يعني. تجربه ناجحه يعني، مبسوطين. احنا ما بنقولش كلام، الناس شافونا وبالصدفه هو واحد يعني منفذ. هو الحاج عبد الحميد وبيقول لو مشروع مربح لو وبيكسر. نسي الجمال دي 5 سنين 10 سنين. انا عايز حضرتك تشوف. انا كنت عايز اساله سؤال، انت بدات من امتى وبدات بكام راس؟ ونيجي بعد سنتين ثلاثة نسأله عندك كام راس؟ لا هناخد ان شاء الله لو في عمر نتابعه وتتابعه كتجربة حية الحاج عبد الحميد ده ان شاء الله. تابعه كتجربة حية وشوف المشروع نجح قد ايه. وادي احنا بنقول بس بنقول لعلنا نجد اذان صاغية. يا ريت. فبنقول اتفضل حضرتك. انا عاوز سريعا نعمل مقارنة لان او نعمل ملخص للحلقتين ثلاثة اللي فاتوا دكتور احمد، لان ممكن النهارده تلاقي في ناس بيشوفونا لاول مره زي عبد الحميد مثلا. ايه المقارنه؟ انا عاوز احبب الناس في 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 الابل، سواء كان تربيه، سواء كان اكل، سواء كان استخدام البانها كده. والراجل ده جملها في كلمتين اتنين، قال لك حيوان ما بيكلفنيش اي حاجه. طبعا. ولبن وشافي من كل الامراض. ويعني الكلمتين اللي قالهم دول ملخص. يعني احنا عايزين ايه؟ حيوان بيتربى عنده ما يكلفوش حاجه، بيسرح بيه الراعي الصبح يجيبه اخر النهار يبيته. حيوان اللبن بتاعه شافي من كل، وهياكل اي اعشاب موجوده، وبياكل اي حاجه ما بيكلفوش حاجه يعني. طيب معانا عبد الله من الاسماعيليه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور حامد؟ اهلا بيك. انا دلوقتي بقالي 10 ايام مطلع البنجر ومش عارفين نورد شركه السكر بالشرقيه. هم مش راضيين يجي ياخدوا البنجر عشان بيلموا في الزرع بتاعهم، وزابوا زرع الفلاح مطشوش على الطرق ولموا بنجرهم هم. وبقالي كده على كده 10 ايام والبنجر كل يوم. هو انت مش متعاقد مع الشركه يا حاج عبد الله؟ انا متعاقد مع المندوب، وما قلعتش الا بامر المندوب. قال لي قلع، جيت مقلع. يعني المندوب قال لك قلع البنجر وانت قلعته وموجود على السكه دلوقتي؟ مرمي بقاله كده 10 ايام. 10 ايام 10 ايام.
نتصل على الشركه، المندوب بيقول لي الشركه مش راضيه تديني كراتات عشان اجي احملك زرع. ليه ان شاء الله؟ قال لك بلف زرعه. هل في تعاقد بينك وبين الشركه يا حاج عبد الله؟ اه في تعاقد. في تعاقد اهو. يا ريت تثبت ده بعد اذنك وانا بقول على الهواء، اثبت ده في محضر رسمي باي وسيله من الوسائل، لان احنا ضد خساره الفلاح يا جماعه. اما تبقى الشركه متعاقده مع الفلاح وبنجر السكر وقلع البنجر بتاعه بناء على تعليمات من مندوب الشركه، والبنجر دلوقتي موجود على السكه ومفيش حاجه، مفيش عربيات بتشيله بقاله 10 ايام. يعني انا اعتقد بعد كده يعني خلاص، يعني حتى نسبه السكر فيها تقل، ممكن يصاب ببعض الامراض، ببعض الفطريات، ببعض الحشرات، ويضيع المحصول بتاع الراجل. طب وبعدين؟ طب ده كلام. مين يحاسب الشركه؟ مين يحاسب مين؟ ازاي الشركه تعمل حاجه زي كده؟ اعتقد ده وضع مش صح، ده وضع مش مظبوط. المفروض يكون في اجراء ضد هذه الشركه. وعشان كده انا بقول لك حاج عبد الله بعد اذنك اثبت ده في محضر رسمي باي وسيله من الوسائل علشان تقدر تحتفظ بحقك. لان احنا كوزاره زراعه يا جماعه، احنا مش امال ده، احنا عمالين هارين نفسنا كل يوم مع الفلاح، ازرع واعمل وسوي توصيات فنيه وكذا وكذا وفي جميع المحاصيل، وبعدين في الاخر الفلاح يزرع وما يلاقيش اللي ياخد المحصول بتاعه بالرغم ان هو متعاقد مع الشركه. ده كلام بصراحه غير مقبول، وانا اعتقد مش ممكن هذا الكلام يكون مقبول في اي دوله. واهو يعني بلاغ بقى للمسؤولين عن هذا الموضوع، اتحركوا للمزارع. طب هنعمل ايه؟ بشكرك يا عبد الله، ودينا هنشوف معانا الشحات. اتفضل حضرتك. الشحات من البحيره. الو، السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ عليكم السلام، اهلا بيك. الله يكرمك يا باشا. ايوه الله يكرمك. اتفضل. ايوه يا باشا، ازي حضرتك؟ الله يخليك، اتفضل. كل سنه طيب. وحضرتك طيب؟ الله يخليك. بالنسبه للجمال سعادتك، انا مربي جمال تمام، بس مربيهم بالشوك. مربيهم بايه؟ بالشوك، بياكلهم شوك. بالشوك؟ ايه نوع الشوك اللي عندك؟ هل هو صبي؟ الشغل لا، للشغل عليهم. للشغل ايوه. معلمهم الشغل بشتغل بيهم، بشيلهم بطيخ وكده وبنشتغل بيهم. ايوه بيشيل. معقوله بيهم. للشغل ازاي؟ أيوة يعني اشرحها لي دي يا حاج شحات. الجمل حيوان شغل. اشرحها لي ازاي يعني؟ بيشيل عليه ويحط عليه. انا بعلمه الشغل طبعا، بنشيله في شبكه كده، بنعمل له شبكه، بنشيله بقى بطيخ وبنشتغل بيه. عندنا من ايام جدي واحنا شغالين على كده. ما هي سفينه شغل. الصحراء. يعني كان مثلا عندك عربيه نص نقل ولا حاجه. لا، وبيدخل في الاماكن اللي ما فيهاش سكه العربيه. بيمشي على رجليه. يا دكتور. اتفضل. والمشكله عندنا ان الدكاتره ما يعرفوش حاجه في الجمال خالص عندنا، بنعاني احنا من الحكايه دي. يعني مش لاقي اي حد مثلا دكتور شاطر ان هو يعرف في الجمل، في المرض بتاع الجمل، دي المشكله اللي احنا بنعاني منها. انت ايه المشكله اللي عندك ولا ايه المرض اللي عندك بتعاني منه؟ ما فيش مشكله. انا مبسوط ان انتوا بتتكلموا عن الجمال وعايزين تنموا الجمال وعايزين يبقى في جمال في مصر وكده. انا مبسوط بالفكره اساسا كلها من زمان، لان احنا طول عمرنا عندنا الجمل. طيب انت لما بتتعرض لمشكله بتروح لواحده البيطريه؟ بروح لواحده البيطريه صفر، ما يعرفوش حاجه عن الجمال. لا مش ما يعرفش. لا يا هو النقطة دي برضو احنا كنا هنوجه ليها النظر. أيوة. بضرورة توفير اللقاحات اللي بتاعت الجمل زي الحيوانات التانية. زي ما انت بتوفر لقاح الجلد العقدي ولقاح العمى القلعي. هو المفروض يكون موجود. الجمل مش واخد حقه في النقطة دي. نتيجة اعتمادا على انه اقل الحيوانات اصابة، ومش معروف مكانه فين. لكن في الاماكن الصحراوية، الساحل الشمالي والاماكن دي بيهتموا بالنقطة دي. طبعا. انت ممكن بقى تنسق، ممكن بعد اذنك تطالب من الوحدة البيطرية بتوفير اللقاحات المهمة للجمال وفي مواعيدها. وهم هيخاطبوا معهد بحوث المصل واللقاح وهيوفروا لك في مواعيدها، لكن هم ما يعرفوش ان انت عندك جمل وعايز. خد تليفوني من الكنترول يا حاج شحات، لو في اي مشكله تواصل معايا. انا هناخد تليفونك من الكنترول وهبعت لك الصوره بتاعته وهو شغال، وهبعت لك واتس مثلا تشوفه شغل وكده. ابعتها واحنا نبقى نعلنها. والله الجمل بيحل مشكله يا دكتور حامد. بشكرك يا حاج شحات، انا مبسوط ان في امثله حيه اتصلت بينا فعلا بيربوا جمال ومبسوطين وسعداء بيها. وجه النظر ليه يا دكتور حامد؟ الجمل حيوان شغل. الاساس في مصر حيوان شغل. زمان كان الفلاح بيعتمد عليه اعتماد كلي في شيل الاحطاب والمحاصيل ونقلها والكلام ده.
النهارده البعض بيعتمد عليه، انا وبعض اللي ما عندوش سكه تدخل عليها عربيه الارض، فمحتاج الحيوان الجمل رجليه الاربعه بس وبيشيل حمل قد حمل العربيه، بيروح يناخ الجمل يحمل عليه يقوم ويودي له لحد البيت. فلازال في ناس بتعتمد على الجمال في الاماكن دي، الاماكن الصحراويه اللي داخل الصحراء العميقه، والاماكن حتى في الوادي برضو في اماكن اللي هي ملهاش طرق رسميه في الاماكن كويسة. العربيه ما ممكن لا ما تعرفش تدخل فيها، ما تدخلش حتى لو لو طريق فيه وحل في كذا، اراضي ملهاش سكه اصلا، في اراضي في ميه في كذا، لا وملهاش سكه اصلا. لما حصل التجزئه بقى للرقعه الزراعيه والمراس والكلام ده بقى، اللي عنده كاميرات ومش عارف ايه واللي جاي في اخر الغيط واللي ملوش سكه، فالجمل بيحل المشكله دي، حيوان شغل من الدرجه الاولى. فدي من فوائد الجمل برضو، مش بس لحم ولبن طبعا. يبقى طبعًا. واحنا عندنا امثله حيه لا زال الناس بتعتمد عليه. لا 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 شيء عظيم. يبقى حيوان وبعدين هو بيشتكي من ايه؟ بيقول لك مش عارفين، لو هم مش عارفين بس هي الوحده هي العامه للخدمات البيطريه ما عندهاش علم ان المكان ده هم عندهم ملفات لكل حاجه، عشان كده بقول له ما عندوش علم. هو لو راح الوحده البيطريه واتكلم معاهم، انا عندي خمس جمال، عندي جمل، عندي 10، عايز احافظ عليهم وعايز اللقاحات بتاعتهم، هيدول البرنامج التحصين وهيوفروا اللقاحات. ويمكن احنا عرضنا قبل كده وممكن ننزل دلوقتي الرقم حتى 19561 اللي هو الخط الساخن بتاع الهيئه العامه للخدمات البيطريه، بحيث اي مزارع عنده مشكله في جمال، في بقر، في جاموس، في اي حاجه، اتصل بالخط الساخن، هيرد عليك طبيب بيطري او طبيبه بيطريه ويبعتوا لك المختص والمسؤول ويحل لك المشكله ويعالج لك الحيوان اللي وعلى عنده. فكره في معامل 19561 في معامل في جميع المحافظات، معامل مرجعيه، المعامل المرجعيه التابعة للمصل واللقاح. لو حتى عندك انت المرض هم ما عندهمش اللقاح او الحاجه بتاعته، بياخدوه ويحصنوه يشوفوا ايه اللي يناسب ليه ويشتغلوا عليه. تواصل تواصل وروح وشوف وانت هتلاقي حل، انما انت قاعد وهتقول لي هو مش عارف. هو لازم، احنا عشان كده بنقول ان تسجيل الحيوانات لدى الدوله وقاعده البيانات مهم جدا، بيبقى هو عارف جداً. بتاع طبيب الوحده البيطريه في القريه عارف فلان عنده جمل وفلان عنده بقره وفلان عنده كده، بيوفر كل دي. ولما بتيجي التحصينات واللقاحات بيتصل بيه، تعال لا حصن. وانا شايف حتى يعني الشحات من البحيره وعبد الحميد من اسكندريه وعاملين تربيه للجمال اماكن مختلفه، اماكن مختلفه، والبحيره منطقه دلتا واسكندريه برضو يعني مش يعني حتى مش منطقه صحراويه. طيب معانا المهندسه هاله من الدقليه. الو، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي، الله يكرمك. احنا بنقدم شكوى بكل الفلاحين اللي بيزرعوا البنجر في 50,000 فدان، يعني البنجر بتاعهم بيبوظ، بيفضل في الارض وممكن برضو يبوظ، بيمشوا تبع ما بيقول لهم المهندس طلع البنجر بتاعك اللي هو مندوب الشركه. حضرتك بتلاقي طوابير 7 كيلو 8 كيلو وممكن حضرتك اصورها واجيبها. صوريها وابعتيها لي يا باشمهندس. خلاص ده دي حاجه. حاجه ثانيه، احنا المصنع يعتبر انجاز، مصنع السكر في الدقهليه ده انجاز. احنا عايزين الانجاز ده يعمل له اكستنشن، يعمل له توسع عشان الفلاح. الفلاح محتاج، احنا معمول ل 50,000 فدان عشان يحققوا اكتفاء ذاتي في السكر. البنجر هيحقق اكتفاء ذاتي في السكر، ما ينفعش وتصدير كمان. فما ينفعش الفلاح يتعب. انا على فكره انا مكلفه من اكتر من فلاح بيعيطوا. انت كده بتهدر. انا عارف والله، ويمكن قبل منك كان الاخ عبد الله من الاسماعيليه برضو نفس المشكله، وانا قلت ونشدت الشركه والمسؤولين. ما هي احنا مشكلتنا يا باشمهندس هاله ان احنا مشكله زي دي احنا كوزاره زراعه مش مسؤولين عنها، لكن مسؤول عنها قطاعات اخرى ووزارات اخرى ما بيتعاونوش معانا. وانا بقول الكلام ده على الهوا ومن حب البلدي، وانا عندي ليه ما نبقاش كلنا متعاونين. وزاره الزراعه يا جماعه بتزرع، الفلاح زرع وتعب وشقى وكلف وطلع انتاج، طب يوديه فين رغم ان هو متعاقد مع الشركه؟ وفي نفس الوقت متعاقد مع الشركه وتعب، وفي نفس الوقت احنا عايزين نحمي صناعه مصر. أكيد. احنا ناس منتج، عايزين ننتج السكر ونصدر السكر ونفتح. عموما هي المصنع اللي عندكم مصنع السكر بالدقهليه ما كانش موجود، اصبح في عندنا مصنع. لا يعني المصنع اللي هو المفروض تبعه المساحه مصنع دي السكر، مصنع السكر بالدقهليه. يبقى عندنا مصنع السكر بالدقهليه وعندنا كمان بالشرقيه.
طب هنحاول نتواصل، وزارة الصناعة بقى تتحرك يا جماعة. احنا بنهدر، احنا بنهدر مال الفلاح اللي تعب، وبنهدر مال الدولة، وفي نفس الوقت عندنا استعداد اقتصاد البلد يا باشمهندس. اقتصاد البلد مش مجرد يعني، معلش ده اقتصاد الدولة حضرتك. واحنا عاوزين يبقى عندنا اكتفاء ذاتي من السكر ونصدر كمان. وده كان اساس. بشكرك بشكرك بشكرك. استطلاح ال 50,000 فدان يعني، بشكرك. احنا بنناشد وعندنا استعداد. حاضر حاضر، شكوتك وصلت. يعني للاسف حاجه محزنه والله، حاجة انا مش عارف اقول ايه بصراحه، مش عارف اقول ايه، لان انا ماسك نفسي. هو احنا ليه مش خايفين على بلدنا؟ هو احنا ليه ما بنحبش بلدنا؟ هو احنا ليه ما بنشتغلش بما يرضي الله؟ انا مش عارف والله ما عارف. مين معانا؟ طيب الوقت خلص للاسف. سريعا بيعدي معاك الوقت. خلص. يا دكتور احمد دايما الوقت يعدي معاك سريع. لا احنا محتاجين، احنا عايزين وقت جملي يا فندم. لا لا احنا عايزين وقت جملي طويل. هو لحم الجمال فعلا بيحتاج سوا اكتر بمناسبه لا يعني عن اللحم العادي. ابدا ابدا ابدا. كل اللحوم ده الناس كلها عندها يا فندم. يقول لك يا عم هي لحمه جملي يعني، حتى لما يشتري لحمه عادي الجمل مظلوم وتاخد يقول لك يا عم هي لحمه جمل، دكتور الجمل او اي حاجه يعني تاخد وقت يقول لك هو دي لحمه جملي. هو انت بتكذب كذب الجمال؟ هو انت لا، الجمال ما عندهاش الكلام ده. الجمال لحمه زي اي لحمه، لو عمرها صغير مش هتاخد سوا كبير، لو عمرها كبير يعني زي اي لحمه بالظبط. ولحمه رائعه. اعتقد ان احنا محتاجين حلقات. هنستمر وهنستمر وهنضلنا نتكلم ومش هنيأس، وان شاء الله ما هنيأس وباذن الله هنوصل لنتيجه، لان طالما بنتكلم لصالح هذا البلد مش هنستمر اي مصالح شخصيه خالص. احنا يهمنا بالدرجه الاولى مصلحه هذا الوطن. ايوه اللي هي هتعم على الجميع بالظبط، وتعم على الدوله كلها. وهي مصلحتنا، مش مالناش مصلحه. مصلحتنا هي طبعا مصلحتنا. اصل ما في لينا مصلحه فيها. بالظبط 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 بالظبط. احنا هنستمر ان شاء الله يعني اسبوع كده. وانا تحت امرك ومستمر معاك ان شاء الله، لغايه اما حد يسمع يخبط علينا وتعالوا، ويخبط علينا ويقول تعالوا يا جماعه انتوا بتقولوا كذا اهو، تعالوا ورونا ان شاء الله، تعالوا اللي بتقولوه ده تعالوا نفذوه ان شاء الله. ان شاء الله. للاسف الوقت انتهى سريعا في نهايه هذه الحلقه. اعزائي المشاهدين، لا يسعني الا اتقدم بجزيل الشكر زميلي العزيز الاستاذ دكتور احمد موسى، الاستاذ المساعد بقسم بحوث الابل معهد بحوث الانتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعيه. بشكرك جدا دكتور. شكرا لحضرتك، ربنا يبارك. شكرين جدا. شكرا ايضا لكم اعزائي المشاهدين على كرم المتابعه، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بمصر سوء، اللهم من أراد آمين. بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم آمين. اللهم آمين. إلى أن ألقاكم آمين. في حلقة الاثنين القادم بمشيئة الله. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم.